للسنة قديش نقوله على التوالي رغم الظروف القاسية، رغم سخانة الطقس، رغم الظروف الاستثنائية الصحية نتاع الكوفيد، الهلال الأحمر التونسي فرح حميم سوسة يحافظ على عاداته كما كل صيفية. احنا اليوم النسخة التاسعة من جويلية 25 جويلية 2013، اليوم عندنا النسخة التاسعة من مركز النجدة والإسعاف المنشية. برافو. هذا النسخة نقول المركز المتفرد في الجمهورية التونسية، هو التجربة الوحيدة الفريدة من نوعها باعتباره من إعداد محلي لتمويل ذاتي محلي من الهلال الأحمر التونسي، ما عندوش حتى دعم مادي من حتى سلطة ومن حتى فقط مواطنين، ناس آمنت بالهلال الأحمر وبفعل الخير وهم اللي يعاونوا فيها فقط، لكن معناها رسمية، جهة رسمية، حتى جهة رسمية ما ساهمت في هذا المشروع، هم أولاد الجهة، أولاد البلاد، أولاد الهلال. بغضوا لأولاد الهلال الأحمر التونسي فرح حميم سوسة. نقربوا شوية تصويرة للي يسمعوا فينا، أنه للسنة التاسعة على التوالي الهلال الأحمر التونسي فرح حميم سوسة يحافظ على العادة متاعه، أنه يقوم بتركيز خيمات بلتو بون نفس لادغيس أنتم الحقيقة رومبوان المنشية فوالا، دونك للإسعاف والنجدة في حالة الطوارئ إذا استحق أي واحد بيان سور. نعم. فقط تعطينا فكرة على اللوجيستيك المتوفر إلى حد الآن. هو يعطيك صح، أنت قلت خيام، احنا كنا نفكر النسخة الأولى كنا بحق في خيام، معناها تولى عنا كابين كبيرة، معناها عنا مركز يليق بالهلال الأحمر، عنا زوج سيارات إسعاف مجهزة تجهيز تام وكامل. الخيام حتى لو عنا خيام ولات من نوع حجم الكبير اللي فيها واحدة مركز طبي متقدم، معناها الله اللي قدر إن شاء الله باش تكون خلية إنعاش، معناها إنعاش طبي استعدادا للظرفية اللي احنا نعيشوا فيها اللي هو الكوفيد. المركز على امتداد سنوات قدم العديد، معناها هو حتى الأرقام تشهد بذلك، احنا ولد عم ناول عملنا 600 وواش تدخل عم ناول، باعتبار انه خدمنا قرابة شهر ونص عملنا 417 تدخل، اثناء بدينا البارح ولحد الان تقريبا 10 تدخلات في نهارين، معناها مازلنا كنا بدايه دونك الصيف ريف ان شاء الله يحبوا ضيف خفيف ان شاء الله الله يبعد علينا المشاكل والازمات والحوادث. هلالنا الاحمر حميم سوسة والمتطوعين نتاعهم نحب نحييهم فردا اللي فريمون يبهروا فينا 24 ساعه على 24 ابتداء من 1 جويليه ل 1 سبتمبر، مجموعات تتوالى على بعضها تخدم معناها خدمة للمواطن في كل أنواع الحوادث، الطرقات، حوادث تنزيلية، حوادث شغلية، حوادث في البحر، وتوا هذاك لو كونتكست هذا كوفيد كيف ما ممكن كاين تدخلات سبيسيفيك خاصه بالازمه هذه. به البيرسونيل اللي نلقاوه موجود في الخدمات هذوما، شنو تاثيرهم، شنو تكوينهم، اعمال زاده مهم برشا باش نعرفوا حتى الشريحه العمريه، باش نعرفوا قيمه ليزاكسيون هذوما بالنسبه للشباب. احنا ولدنا الصغير فيهم 18 سنه بالطبيعه. واليوم توا معناها في اللحظه هذه انا مفروض توا باش نمشي نكرم خريجي الدوره الثانيه نتاع المستوى الثاني في الاسعافات الاوليه، 50 مسعف جديد باش يتخرجوا توا، معناها توا باش نعلن عن النتائج بعد قليل. دونك عندنا مسعفين جدد في المستوى الثاني في الاسعافات الاوليه، وهذا راهو العمل على الحوالي على الجراره، يعني على امتداد السنه الكل نخدموا للمركز النجده القادم، معناها نكونوا المسعفين نتاعنا. ولادنا دونك هما مسعفين، هم إدارة شبه طبية وإدارة طبية، كلهم معناها متفرغين وكلهم متطوعين. كلهم متطوعين فوالا. صفر مليم الهلال الأحمر معناها تبارك فوالا. شهرين كاملين يقعدوا موجودين على خدمة المواطن التونسي ولتأمين حياة المواطن التونسي. يعطيهم الصحة على المجهود الكبير هذا. نشكر المؤسسات الاقتصادية واللي في الجهة اللي فيها بالان مش بتذكر الاسماء، ولكن يعطيهم الصحه اللي وفرنا المعيشه ولا ظروف المعيشه، فمش كنا نوفر البنزين لانه عندنا زوج سيارات اسعاف كما كنت نقول، ثم مؤسسات وفرت بعض الادويه والمستلزمات الطبيه. شكرا لكل من ساهم في اسعاد الاخرين. فريق اخر من الهلال الاحمر، وهذا بالمناسبه نستغل الفرصه، احنا عندنا 100 مسعف تقريبا باش يامنوا المركز النجده، وعندنا 100 مسعف اخر يؤمنون مركز التلقيح ب قاع المغطاة، وهو لنا أن نفخر أنه مركز نموذجي وهو من أحسن تقريبا بشهادة الجميع اللي زاروه، من أحسن المراكز الموجودة في الجمهورية، يؤمن خدمات راقية تليق بالمواطن، فيه الاستقبال الحسن. نحب العشية نستغلها، الناس يجيو لقحوا وما نمنعوا إلا ما بعضنا، نحن في مركب واحد
اذا كنا نمنع مع بعضنا واذا كنا نغلقوا مع بعضنا وبيحاول ليش نمنع مع بعضنا. ان شاء الله يا رب. اجوا لقحوا المركز على ذمتكم، هي الاحمر على ذمتكم، هي الاحمر حمصوصة باش تعملوا دورات في الاسعافات الاوليه. هم من هالمنبر هذا زاد كيف ندعو الناس الراغبه في التكوين في الاسعافات الاوليه يتصلوا بنا على امتداد الصيف. سنقوم باكثر نقول ممكن 10 دورات في الاسعافات الاوليه من اجل امتداد العباد اللي تحب تتكون في الاسعافات الاوليه، وخاصه في الكونتكست كوفيد. وهذه المطلوب دكتور وسيم في الظرف هذه، عرفنا قيمة الإسعافات الأولية قديش يعني تنجم تنقذ حياة الإنسان. دونك المساج إن شاء الله يكون وصل لك للشباب اللي ما زالوا همش عارفين كيفاش يوريونتي ورواحهم معناها في الصيف، يقول لك إيش باش نعمل كيل فورماسيون، شنو كيفاش نضيع الوقت، كيفاش باش نستغل الفاكونس، بوركوا با تكون عندك شهادة ولا مسعف. ويعطيكم حق صحه سنين وجوهرسين فريمون، انتم الشريك الاعلامي الاول فريمون، يعطيكم الصحه في كل مره والا وانتم تواكبوا في انشطتنا. هذا واجبنا سيدي، هذا واجبنا. يعطيكم الصحه. شكرا لك سيدي، ميرسي ليك وميرسي لليكيب الكل موجوده معاك. مره اخرى نقول لكم الانترفونسيون هذه مع الدكتور وسيم جمعه عن الهلال الاحمر التونسي، فقط باش نقولوا غران برافو على لي اكسيون اللي قاعدين تقوموا بهم.